بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، واليوم إن شاء الله درس مهم جدا من دروس بايثون والذكاء الاصطناعي. اليوم مع الـ RNN اللي هي Recurrent Neural Networks، والـ LSTM اللي هي Long Short Term Memory، الشبكات العصبية المتكررة والشبكات العصبية ذات الذاكرة الطويلة وقصيرة المدى. الأجندة إن شاء الله بنحكي على الـ Supervised Deep Learning Algorithms، برجحهم بشكل سريع. بنحكي على الـ RNN إيش هي، بنحكي كيف راح تشتغل هاي الـ RNN، بنعطي Simulation على كيف عملها بالضبط. بعدين بنحكي على Limitation وحدود هذه الشبكة. بعدين بنحكي على الـ RNN ونبدأ نتكلم عن الـ LSTM، بنشوف كيف الـ LSTM سيل تشتغل، بنعطي عليها Simulation، ونشوف differences بين الـ ANN RNN والـ LSTM. وفي عنا أربع مشاريع إن شاء الله نحكي بالتفصيل فيهم. أول مشروع عن الـ Simple RNN، بعدين ثلاث مشاريع على الـ LSTM. أول مشروع Stock Prediction، بعدين الشبكة for Sequence Classification، ونستعمل الـ IMDB Database المشهورة. بعدين آخر مشروع راح نحكي إن شاء الله فيه على الـ Time Series Prediction. الآن مراجعة سريعة على الـ Supervised Deep Learning Algorithms. أول واحد كان الـ ANN اللي هو الـ Artificial Neural Network، ومرات الناس بريفيرت للـ Deep Neural Network، وهذا في درسين شرحناهم بالسابق، فاللي بحب يرجع على الدرسين، الدرس الأول التعلم العميق والدرس الثاني كراس. وشرحنا في الدرس السابق، آخر درس قبل هذا الدرس، عن الـ Convolutional Neural Networks، وهذا الدرس اللي هو بعنوان CNN. واليوم إن شاء الله نستكمل Supervised Deep Learning Algorithms مع Recurrent Neural Networks. هذا درس من أهم الدروس، لأنه طبيعة الشبكة العصبية تختلف عن تركيبة الشبكات الأخرى. الآن What is RNN؟ الشبكات العصبية المتكررة هي نوع خاص من شبكات التعلم العميق، وتحتوي على حلقات أو تكرار. فبكون عندي هنا input، هنا عندي الشبكة وعندي output، وفي حلقة من الoutput على الinput، هاي بشكل عام. وهاي الميزة تعطيها عمليات تأثير الذاكرة، يعني تستخدم المعلومات السابقة اللي هي بنسميها الذاكرة لتقدير القيمة التي تليها. هاي الشبكات جدا مهمة، وتستطيع أن تتعمل فيها في ما يعرف بالتسلسل اللاحق اللي هو Sequence Dependence لبيانات معينة، أو التنبؤ بالقيمة التالية من السلسلة، حيث تحتفظ ببعض الميزات المهمة للمتسلسلة، ويمكن التنبؤ ببيانات المستقبل. التطبيقات كثيرة على الموضوع هذا، لأن هاي الشبكة جدا مهمة. من أهم التطبيقات عليها التعرف على الكلام اللي هو Speech Recognition، الترجمة الآلية Machine Translation، التأليف الموسيقي Musical Composition، التعرف على خط اليد اللي هو Handwrite Recognition، تعلم القواعد Grammar Learning، و Prediction بأسعار الأسهم Stock Prediction، وتستعمل للسيارة ذاتية القيادة لتتجنب حادث اصطدام من خلال توقع مسار السيارة اللي هو Self Driving Cars. هاي بشكل عام اللي هي الـ RNN. هلا بندخل على تفاصيلها. الآن ذكرنا إنه الشبكة العصبية هي نوع خاص، هاي المتكررة هي نوع خاص من الشبكات العصبية، تضاف إلها اللي ما يعرف اللي هو الذاكرة أو الستيت. وفي أنواع من هاي الـ RNN، راح نتطرق لنوع مهم جدا بعد شوية. والآن بشكل عام إذا عندي input وعندي هنا hidden layer وعندي output، فهنا أنا بطلع من الـ hidden layer state معين، بحفظ فيه values معينة وأدخلها على الحلقة الثانية حسب التايم الزمني اللي أنا شغال فيه. فإذا بدي أعمل unfold لهاي layer بطلع معي بالطريقة هاي. فنلاحظوا كيف أنه أنا عندي هنا input وعندي هنا outputs، مخرجات كلها، عندي المدخلات والمخرجات، وعندي هنا عمليات تتم بالhidden layers، هنا t ناقص واحد time ناقص واحد، هنا time
وهنا تايم زائد واحد، وبمرر باراميترز معينة حتى أنشط بعض الخلايا عند الانتقال وحساب الأوزان في كل نود موجودة عندي. راح نعطي عليها مثال ونشوف كيف احنا ممكن نستفيد من هاي الخلية، من تركيبة هاي الخلايا العصبية. هذا سيميليشن بكل سهولة، راح اشرح هذا السيميليشن. T عندي التايم، الاكس اللي هو الانبوت، عندي الوقت والادخال، والاتش اللي هو الهيدن، والاكس لينث اوف اكس اللي هو الدايمنشن اوف ذا انبوت. فاللي شفناه قبل شويه ممكن ان باختصار شديد إن نحكي عنه ما يلي. اذا عندي انا اتش اللي هي الهيدن لاير، تي ناقص واحد اللي هي اللاير السابقه، وعندي هنا انبوت. فاذا عندي انا داتا معينه بدي ادخلها، يعني سبوز انه مثلا عندي واحد واثنين ارقام، وهون عندي خمسه وعشره وعشرين وريفر يعني. فانا باللاير هاي بدخل من الهيدن لاير قيم معينه على السل، زائد الانبوت اللي انا بستعمله، بعمل كونكاتينيشن بينات كل الداتا هاي. وبكل سهوله شو بعمل هون في هاي المرحله هاي بعمل فيها كالكوليشنز، بحسب فيها الاوزان وبطبق التان اتش حتى تسكواش كل النمبرز لقيم معينه، وبرد انقلها على الخليه السابقه اللاحقه، على الخليه اللاحقه. فعندي هنا انبوت، عندي هنا الهيدن لاير السابقه، وبعمل ادخال من الجهتين. لاحظوا هذا اختلف عن الخلايا العصبيه العاديه. انا هنا بدخل من حتى الخليه من الطبقه السابقه، من الهيدن لاير السابقه، انفورميشن على الهيدن لاير الحاليه، وبستعمل داتا معينه وبستعمل معادلات معينه. ممكن اطبق هنا التان وسيجموند واطلع منها الاوتبوت. الاوتبوت اللي هون بده يطلع على الهيدن لاير اللاحقه. طيب هذا بشكل عام، يعني ما بتدخل بأعمق من هيك بالموضوع عشان اخليه يعني سهل للمستمع عشان يفهم الموضوع بشكل عام وعشان يشوف التطبيقات. الان في حدود لهي الشبكه، في ليميتيشن وحدود للار ان ان اللي هي الشبكات العصبيه المتكرره. المشكله انه اذا بتدخل في طبقات يعني كثيره، sometime الانفورميشن بتضيع او ببطل في تدرج، اللي هو بسموه اللي هو الجريدينت بروبلم. جريدينت بروبلم، لاحظوا انه الجريدينت يعني باراميتر هو الاساس عشان ادرب الشبكه تبعتي في اي شبكه عصبيه. فاذا هذا راح اختفى تدرج، ببطل عندي تدرج في الويتس، في الاوزان، تطلع الاوزان زي بعض، فما بصير تدريب. وهي المشكله اللي بتواجه الار ان ان عند انها تكون الطبقات عميقه في التدريب. هاي هي المشكله اللي بسموها الفينيشنج جريدينت بروبلم. الان كيف بدي احل المشكله هاي؟ المشكله هاي بحلها اكشلي هم حلوها ثلاث علماء المان فيما يعرف بالال اس تي ام، اللي هي لونج شورت تيرم ميموري، اللي هي شبكه طويله وقصيره المدى. فهاي حلوا فيها المشكله هاي وسووا فيها سل، اللي هي خليه جوا الهيدن لاير. هاي الخليه بصير فيها شويه كالكوليشن وراح نعطي عليها امثله بعد شوي. في قلب الـ NNN موضوع خلايا الذاكرة. بالـ RNN في الـ Hidden State أو ذاكرة الطبقة الخفية. الآن أشهر أنواع الـ RNN اللي هي الـ LSTM، لأنها بتحافظ كمان على حالة الخلية الـ Cell State. فبالإضافة للأوزان للـ Hidden State، Hidden Layer State، بتحافظ على كمان اللي هو السيل ستيت. هلا نعطي عليها مثال بالسلايد القادم بشرح بتفصيل الموضوع هذا، للمهتمين طبعا يعرفوا شو اللي قاعد بصير في ال اس تي ام. الان لما ال اس تي ام تحافظ على هاي المعلومات جميعا، تضمن انه هناك في تدرج بالمعلومات، يعني المعلومات متدرجه وفي تدريب، في تحسين في التدريب.
الآن إذا الـ LCM هي نوع خاص من أنواع الـ RNN، وحتى النجاح فيها كبير جدا في الشبكات العصبية العميقة وحتى لو كانت كبيرة جدا. طبعا من فوائد الـ LCM بالإضافة إلى تعدد التسلسلات الطويلة أنها يمكن التنبؤ بعدد الخطوات من خطوة واحدة، يعني في نوع من الـ Enhanced Prediction اللي هو تحسين التنبؤ. الإشي الوحيد بالـ LSTM اللي بده يشتغل عليها بده يعرف كيف يسوي الديتا وكيف يمرر البيانات، لأن هذا أكثر إشي يعني بجوز بده شغل في الـ LSTM حتى تعمله، بحيث تطلع أنت عندك نتورك شغالة تعطيك الأداء اللي أنت بدك إياه وتعطيك الـ Good Accuracy كريزلتس. الآن بناخذ سل وبنشرح فيها كيف عمل بالضبط الـ SDM. هاي اللي طبعا الشرح السلايد هذا للمهتمين في كيفية عمل الـ SDM، بنشوف مثال عليها. طبعا هاي السل بشكل عام، في عنده هنا الهيدن لاير تي ناقص واحد، الزمن ناقص واحد، فهي هاي الهيدن لاير القديمة. وفي عندي الانبوت، وفي عندي هنا بعض الأشياء الأساسية اللي هي انبوت جيت بوابة الإدخال، الفورجيت جيت بوابة النسيان، والأوتبوت جيت. الآن ما نشرح واحدة واحدة منهم. عندنا هون الستيت اللي الحالة المعينة اللي أنا بتذكرها، وعندي هون الهيدن لاير القادمة. فحتى أشرح الموضوع نتطرق إلى ما يلي. الآن نأخذ شغلة شغلة نشرحها. الـ HT ناقص واحد اللي هي الخلية الخفية السابقة اللي قبل هاي الخلية، الـ XT اللي هو إدخال الجديد، الإدخال على هاي الخلية الـ Input. بعدين بيجي على الـ Input Layer. الـ Input Layer هنا حتى أضمن أن الداتا كلها اللي داخله تكون عندي consistent، بأسحقها عن طريق التطبيق الـ TANH. TANH وظيفته بأخذ الأرقام المتغيرة الكبيرة والصغيرة واللي بالملايين والآخره، وبحولها كلها بنسبة معينة تقع بين ناقص واحد وواحد. فهوك انا ضمنت الارقام ان عندي في تجانس، اني انا بشتغل على ارقام معينه مش ارقام متباينه جدا. فالتان اتش هدفه جعل جميع الارقام بين ناقص واحد وواحد. في طبعا لها هنا معادله هي بتعملها حتى تعطيها ارقام معينه، سلسله من الارقام، وهو بيطلع لك اياها بين ناقص واحد وواحد. هاي اللي هي الانبوت لاير. نيجي على الانبوت جيت، بوابه الادخال. بوابه الادخال هو هدفها الاساسي انها ايقاف اي عنصر من ناقل الادخال غير مطلوبه، يعني اذا في عناصر غير مطلوبه ما بدنا نشتغل عليها فهون يتم ايقافها. فاللي بصير انه باخذ تان اتش وباخذ الانبوت ويتس وبنفذ عليهم السيجموند اكتيفيشن. السيجموند اللي هو بين 0 وبين 1، يا اما 0 او 1، يا اما بناخذها او ما بدنا ناخذها، 0 او 1، وبطبق عليها هاي المعادله. فالاوتبوت بيطلع من عندي من هنا 0 او 1. بنيجي على الفورجيت جيت. الفورجيت جيت هي من الاشياء المهمه جدا، لانه بالفورجيت جيت هاي اللي انتم شايفينها بده يصير عندي عمليه انه انا بدي احفظ الستيت او بدي انساه. فهنا باخذ الانبوت فاليوز او البيتس بجمعها مع الاوتبوت اللي طلع من عندنا بالبيت الانبوت جيت. فلما يجمعهم هذا بيساعد على ايش؟ انه يقلل خطر اختفاء التدرجات. فهاي هي المرحلة الخطيرة جدا اللي بتتم في الـ SDM في السل نفسها حتى اني احافظ على التدرجات. بعدين عندي الـ Output Gate، باخذ طبعا الـ Output من هون. لاحظوا انه انا عندي بالـ Forget Gate في عندي S of T، وبرد يعمل لي تكرار على الـ ST ناقص واحد. فباخذ الـ ST ناقص واحد بنفذه وبرد يحطه الـ ST حتى يطلعوا على الـ Next Cell. فهذا التكرار، هاي الريكرنت اللي قاعد بصير عندي انا بالال اس دي ام، عشان هون في عندي انا ريكرنت نيورال نتورك. اخر شيء باخذ الاوتبوت من الفورجيت جيت وبطبق عليه التان اتش اجين حتى يضمن انه القيم اللي طلعت من هون وبين الانبوت هي بين ناقص واحد وواحد. هذا اللي بصير بشكل عام في الخليه اللي موجوده، خليه الذاكره اللي موجوده بالال اس دي ام. طبعا انتم مش شرط تتعرفوا كل التفاصيل هاي، لكن للي حاب يكون عارف فيها هي انا حكيت بالضبط شو اللي قاعد بصير بشكل عام في هذه الخليه. طب الان خلينا نعمل سيميوليشن لل اس دي ام، نشوف كيف بصير بالضبط بالسل.
طبعا السيميليشن سريع شوي هون، لكن انا راح احاول اشرح بقدر الامكان شو اللي عماله بصير. لان تي عباره عن تايم، تي يعني سي تي ناقص واحد اللي هي الطبقه السل القديمه السابقه، الاتش الهيدن لاير فاتش تي ناقص واحد اللي هي اللاير الهيدن الخفيه السابقه، والاكس اللي هي الانبوت، هاي الاكس عباره عن انبوت. فاذا بنتذكر هاي السله اللي شرحناها قبل شويه، فيها الانبوت جيت، فيها الفورجيت جيت، وفيها الاوتبوت جيت، في ملتيبليكيشنز في 3، وفي عندك هنا جمع اديشن في الفورجيت جيت. فاللي بده يصير هون بصير ما يلي على السريع، بنشوف عندنا هنا الانبوت جاني للسي الكاري والهيدن والاكس، بدخل اول شيء الهيدن مع الاكس، بشغل الفورجيت جيت وبعمل ملتيبليكيشن، هاي الفورجيت جيت. الانبوت جيت بدخل التو داتا بعمل ملتيبليكيشن بعمل الاديشن. الاوتبوت جيت بدخل البيانات بعمل بروسيسنج لها بعمل ملتيبليكيشن للتان، وبطلع عندي السي تي اللي هي الكاري او الستيت تبعت السل القادمه. واخر شيء تحت هون بنطلع الاوتبوت تبع السل هاي اللي هي خلينا نشوفها اللي هي الهيدن اوف تي اتش اوف تي اللي هي الطبقه الخفيه اللاحقه. فهي بكل سهوله اني كيف انا بعمل سيميليشن وكيف بحسب الحسابات حتى افهم الموضوع كيف بصير. طبعا هذا الشرح للمهتمين بيدخلوا بتفاصيل ال STM من طلبة ماجستير ودكتوراه وباحثين، لكن للمستعمل لل STM ما في داعي يدخل بالتفاصيل هاي. أهم شيء يعرف إيش أهم استخداماتها وكيف يستخدمها، زي ما راح نشوف بعد شوي بالمشاريع في نهاية هذا الدرس. الآن قبل ما اعطي المشاريع بس نتذكر بشكل سريع، عندنا الـ ANN اللي هي الـ Artificial Neural Network اللي هي Deep Learning العادية، زي ما انتم شايفين هاي البيسك ليرز تبعتها. عندنا الـ RNN بيصير في عندي Recurrent، Recurrent تكرار والحفاظ على الـ Hidden State وعمل Manipulations عليه، وهي طريقته كيف بتصير بالضبط بالـ RNN. باخذ التفاصيل بعمل تان وبطلع الـ Output وبحافظ على الـ Hidden State، هي الـ Simple RNN. بعدين الـ STM مختلفة تماما، فيها تفاصيل أكثر، تأخذ بتضيف السل جوا الـ RNN، وفي تفاصيل معينة في الـ 3 gates بتشتغل بطريقة معينة حتى تعطيك الـ output. فهي الفرق بين الـ ANN العادية وبين الـ RNN وبين الـ STM. طبعا الـ CNN احنا شرحناه في درس سابق، وهو يعني موضوع مختلف تماما عن هذول الثلاثة Neural Networks. الآن ناخذ أربع مشاريع. ناخذ أول شيء كيف نعمل سمبل RNN project، بعدين ناخذ على LSTM ثلاث مشاريع، نحكي على stock prediction، نحكي على sequence classification، ونحكي على time series prediction. الآن ناخذ مثال أول مشروع على السمبل RNN. اخترت هذا المشروع بالذات لأنه straightforward، سهل جدا مش معقد يعني، ووضح الفكرة تبعت كيف اني تو بريدكت فاليوز بال يوزنج الار ان ان. الان سمبلي بعمل اول شيء امبورت للكيراس، وبعمل امبورت للباي بلوت لايبرري والان باي والبانداز اللي بدي استعملهم. هنا في عندي فانكشن بحول لك تو ماتريكس، بحول لك ل ماتريكس الفاليوز تبعت الداتا باي ستيب، وعندي هنا 3 فاليوز للستيب اللي بدي اشتغل فيها، 4 توتال نمبر اوف ريكوردز 1000، وعندي تي بي يساوي 800. هلا بنشوف ليش احنا بنستعمل هذول التو فاريبلز. وعندي هون بعمل جنريت للديتا، الديتا اللي بدي اعملها جنريشن هي شبيهه بالساين ويف، اذا بشوفوا الساين ويف، بس عملت لها هون ساين ان بي دوت ساين ضرب الان بي راندوم، فعملت شويه راندومايز لها حتى تسوي شويه نويزنج يعني في الديتا، وحولت لها بي دي داتا فريم، وعملت انا بلوت لها وعملت شو، فطلع معي هاي الجراف. فهاي اول يعني ايديا اني بدي اطلع الداتا حتى اشتغل عليها. فالداتا اللي بدي اشتغل عليها وبدي اياها وعشان اعملها بعد شوي بريدكشن، هي عباره تقريبا شيء شبيه بهذا الشكل اللي هي داتا شبيهه بالساين ويف. طبعا هذا هون هذا اللاين اللي بعطيك انك تعطي داتا مشابهه للساين ويف.
فهذا لحد الان اي ثينك انه الامور سهله. نيجي الان كيف نشتغل الاركتكتشر تبعت السمبل ار ان ان. الان بنشوف كيف نبني الاركتكتشر تبع السمبل ار ان ان. اول شيء بحضر الداتا، عندي تريننج داتا وعندي تيستنج داتا. الفاليوز من 0 ل 800 بدي اياها تكون للتريننج، والتست اللي هي فاليوز من 800 ل 1000. فقسمت الداتا عندي 80% للتريننج و20% للفاليوز، وعملت هنا ستيب ادينج ستيب اليمنتس على كل تريننج والتست فاليوز بالطريقه هاي. عملت انبي دوت ابند التست كما انبي دوت ريبيت التست من ناقص واحد باي ستيب حتى اقسم الداتا بطريقه معينه للتستنج وللتريننج. بعدين عملت كونفرتنج للتريننج اكس وتريننج واي عن طريق كونفرتنج تو ماتريكس بالطريقه هاي. بعدين نفس الشيء عملت للتست اكس وتست واي كونفرتنج تو ماتريكس. بعدين عملت ريشيب للماتريكسز الموجوده عندي حتى تطلع عندي بشيب معين. وهي الاركتكتشر تبع السي ان ان، يعني عفوا الار ان ان. فيري سمبل اركتكتشر. عندي بضيف اول شيء سيكونشال، بدي اياه يكون سيكونشال الاركتكتشر تبعي. بعدين بضيف السمبل ار ان ان اللي بتتكون من ثلاث شغلات. طبعا في اذر باراميترز بس احنا هون بدنا تكون فيري سمبل. عندي اليونتس، اليونتس اللي هي البوزيتيف انتجر دايمنشنتي اوف ذا اوتبوت سبيس. عندي بدي الاوتبوت سبيس تبعي 32، بدي عندي هون الانبوت شيب من 1 باي 4، وعندي هون الاكتيفيشن اللي هو ريليو. زي ما شايفين هون اتس فيري امبورتنت تضيف اذا كان عندي هون الانبوت شيب از ريكويرد وين يوزنج ذا لاير از ذا فيرست لاير ان ذا موديل. فلازم احط انا الانبوت شيب تبعي اللي بشتغل عليه، وهذا الشيب هنا موافق للشيء اللي عملته هون كونفرتنج تو ماتريكس. بعدين عملت ريشيب للديتا، لان هي اول لاير اللي هي سمبل ار ان ان. بضيف هسه الهيدن لايرز اللي هي دينس عباره عن 8، وبعمل الاكتيفيشن ريليو، وبضيف الاوتبوت لتر عباره عن دينس 1. هذا هو اللايرز الاركتكتشر تبعي، وعملت كومبايل للموديل تبعي، وعملت هنا سمري، طلع معي سمري بالطريقه هاي. فهي السمري عندي 32 الاوتبوت ستيج، وعندي ل 8 ل 1. فهي الاركتكتشر اللي انا بنيته في سمبل ار ان ان. هلا بنشوف شو كيف راح يطلع معي الباقي البريدكشن والاوتبوت. هي طبعا هنا اخر سلايد في المشروع هذا. المشروع هذا بدي اكمل الان فيه، بدي اعمل فيت للموديل تبعي بالاكس تريننج اكس وتريننج داتا. عندي هنا بدي اعمل 100 اي بوكس لوب 100 مره، وبعدين الباتش سايز عملته 16 ايتمز. عملت هنا موديل دوت بريدكت ترين اكس، موديل دوت بريدكت تيست اكس، وهنا عملت كونكاتينيت للديتا، وعملت هنا ايفالويت للموديل. ف سمبلي لما عملت هنا بلوتينج للانفورميشن، عملت بلوتينج للاوريجينال انفورميشن اللي هي بالازرق دي اف، وعملت بلوتينج للبريدكتد انفورميشن اللي هي باللون البرتقالي. فلاحظوا انه الازرق اللي هو الاوريجينال داتا، البرتقالي اللي هو البريدكتد داتا. فلاحظوا تقريبا نفس الريذم ماشي، في تفاوتات بسيطه زي ما انتم شايفين هون، لكن البريدكتد داتا زي ما انتم شايفين قدر الار ان ان يطلع لي بريدكتد داتا شبيه جدا بالداتا الموجوده عندي. فهذا هو أهمية هذه اللاير اللي أو الموديل الشبكة اللي هي الار ان ان، اني بقدرت اني عن طريق داتا معينة تو بريدكت التسلسل وكيف ماشي هاي الداتا بالطريقة هاي. هاي أول مشروع. المشروع الثاني بدنا نحكي فيه اللي هو الستوك بريدكشن. افرض انه أنا عندي ستوك ماركت وفيها أسهم، والأسهم هاي لها فاليوز معينة، عندي داتا معينة مثلا من وقت لوقت. أنا هون أجيت على الويب سايت هذا حسب المشروع ما بيقول لي هون، وعملت جنريشن من ديت لديت بطريقه معينه. فتريننج داتا اللي هي ابل ستوك برايسز فروم 1 جانوري 2013 الى 31 ديسمبر 2017. فهون بعمل لك ابلاي، يو كان داونلود الداتا بالطريقه هاي. فهذا الويب سايت فيري جود اكشلي ويب سايت اللي يو كان انت داونلود منه داتا من فروم ديت تو ديت ل ستوك معينه بالطريقه هاي. والتستنج داتا عملنا لجانيوري 2018 فقط لشهر واحد. فعملت ابلاينج حسب الديتس اللي هون، وعملت هنا ابلاي، وعملت داونلود للديتا، طلع عندي تو داتا سيتس، واحده تريننج وواحده تستنج. والديتا لما تشوفها بتشوف انت كيف هاي الديت، هاي الاوبننج برايس، هاي الهاي واللو،
هاي الكلوز، هاي الادجست كلوز، وهي الفوليوم. فبعطيك كل الداتا تبعات الاسهم بالطريقه هاي. فهي الاسهم اللي نشتغل على مشروع بسيط اللي كيف تو بريدكت الستوك ماركت اللي عندي، او الاسهم كيف الاسهم تطلع وكيف تنزل. فنشوف كيف احنا ممكن نسوي احنا بالال اس تي ام. هنا راح اعطي الال اس تي ام. الان بنكمل على المشروع الستوك بريدكشن. هون عملت امبورتنج لسيرتن لايبرز، بعدين هنا بعمل الباندا ريد سي اس في اللي هي التريننج داتا اللي عملتها داونلود من الويب سايت. بعدين هنا بختار من الداتا فقط اللي كولوم اللي هو الاوبن كولوم اللي هو كولوم رقم واحد، هيو من واحد لاثنين يعني اختار الكولوم رقم واحد. فانا بدي هذا البرايس تبعي اللي تشتغل عليه، ما بدي الهاي واللو، بهمني بس اللي هو اول رقم واحد، كولوم رقم واحد اللي هو الاوبننج سعر السهم عند الافتتاح. الان هنا بعمل داتا من نورماليزيشن، بجيب كل الداتا هاي وبعملها بين 0 و 1 عن طريق اني بعمل امبورت للميني ماكس سكيلر من الاسكيلرن. الاسكيلرن في كثير فيري باورفول فانكشنز في بالبروسيسنج، شيء اسمه ميني ماكس سكيلر، فبطبقه بيحول لي كل الداتا على سكيلر. هذا عن طريق ابلاينج هاي الجمله، بقول له سكيلر دوت فيت ترانسفورميشن، بعطيه الداتا اللي انا بدي اشتغل عليها اللي هي هاي الداتا، فعمل ليها بين 0 و 1 حتى اقدر اشتغل عليها. هون بعمل converting the data to the right shapes. فهون بختار 60 the past 60 days و I appended على ال data الموجودة عندي. وهون بعمل convert لل feature set ولل label set to be number by non-by arrays زي ما انتم شايفين هون. الآن نشوف السلايد اللي بعده ونشوف كيف نسوي الاركتكتشر. هون عملت importing لكراس واللايرز اللي بدي اشتغل عليها. لاحظوا انه انا اهم شيء راح اشتغل عليه هنا ال اس تي ام، طبعا اضافه للدنس ودروب اوت. الدروب اوت لاير بستعملها عشان الاوفر فيتنج حتى اتجنب الاوفر فيتنج. فهاي موجوده هون وموجوده بالسي سي ان ان، واذا بيكون في اوفر فيتنج فانا بستعمل الدروب اوت حتى اني اقلل هاي الاوفر فيتنج. الان بضيف هنا عدد لايرز، هاي بضيف او شيء اركتكتشر سيكونشال. ال اس تي ام حطيته الشيب 50 لليونتس، ريتين سيكونس يساوي ترو، والانبوت شيب يساوي الفيتشر سيتس دوت شيب 1 و1. عملت ثاني لاير اللي هي دروب اوت، بعدين كررتها عده مرات، واي مره مرتين ثلاث مرات يعني اربع مرات بمجموعه. هاي اول مره، ثاني مره، ثالث مره، رابع مره. عملت ال اس تي ام دروب اوت، ال اس تي ام دروب اوت، ال اس تي ام دروب اوت، واخر مره ال اس تي ام دروب اوت حتى اتجنب الاوفر فيتنج. بعدين عملت الدنس لاير اللي هي اوتبوت واحد، اليونت تبعي الاوتبوت تبعه للدنس هاي واحد، وعملت كومباليشن للموديل تبعي، وعملت فيت للديتا تبعتي كلها، وعملت هنا ريدنج نفس الشيء، ريدنج للتستنج داتا. هاي التستنج داتا الموديل جاهز هسه، الموديل جاهز وعمل كومبايليشن وعمل فيت. هسه بدي اعمل تيستينج للديتا. فجبت الابل اندرسكور تيستينج دوت سي اس في، عملت داونلود من الويب سايت زي ما حكيت لكم بالبدايه، واخترت اول رقم وعملت عليه نفس العمليات اللي شفناها قبل شوي. الان بعد ما ظبطت التيستينج داتا زي ما ظبطت التريننج داتا، بعمل بريدكشن. فزي ما تشوفين هنا بريدكت للتيست داتا اللي انا اشتغلت عليها، وبعدين بعمل هنا بلوت للتو مودلز، التريند للتريند داتا وللبريدكشن داتا. وهسه بشوفوا بالسلايد اللي بعده كيف طلعت النتائج. هي السلايد اللي باللون ازرق اللي هو الاكتوال السعر الحقيقي اللي جبناه من التريننج داتا، واللي بالاحمر اللي هو البريدكتد داتا. فلاحظوا انه انا هي عندي الاوريجينال ستوك قديش كيف البرايس تبعها ماشي، وهي عندي انا بالاحمر البريدكشن تبعي. شوفوا راح تقريبا نفس الريذم، طالع الى الاعلى ثم نازل الى الاسفل بالطريقه هاي. طبعا انتم ممكن تستعملوا مش 60 دايز يعني اخر 60، ممكن تلعبوا بال 60 دايز داتا، ممكن تلعبوا بالدروب اوتس والال اس دي ام لايرز حتى تشوفوا كيف ممكن مثلا نحسن على انه الاحمر يطلع اقرب شبها باللون الازرق، بس نتجنب الاوفر فيتنج. هي المشروع الثاني بكون خلصناه، ننتقل الى المشروع الثالث. طيب نكمل مع المشروع الثالث من المشاريع مع ال LSTM for sequence classification. نختار database اللي هي ال IMDB.
الاي ام دي بي داتابيس مشهوره تحتوي على موفي ريفيوز فور سنتمنت كلاسيفيكيشن. الداتا ست تقريبا فيها 25,000 موفي ريفيوز والليبلز ليبلد بوزيتيف نيجاتيف، و each review is encoded as sequence اللي هي word of indexes اللي هي integers. الآن هذا المشروع سهل جدا، عملنا import للlibraries زي ما انتم شايفين هنا كلهم تبعون الكيراس for ال STM Dennis sequential، وعملنا كمان importing للprocessing we gonna use السيكونس زي ما راح نشوف هلا بعد شوي. الآن إذا بتلاحظوا هنا عملنا import also للإمبيدنج لأنه عبارة في تكست راح نتعامل معه، فعملنا كمان import للإمبيدنج، فراح نشوف كيف إحنا راح نتعامل مع such يعني project. الآن بنعمل أول شيء randomize عشان نعمل تكون الراندوم good quality عن طريق السيد. إحنا بدنا top words 5000 كلمة في الاكس ترين والواي ترين والاكس تيست والواي تيست يساوي، نعمل لود للداتابيس اللي هي اي دي اي ام دي بي، طبعا هاي مبنيه في كيراس اوسو، يو كان طوالي يو دونت نيد تو داونلود ات، جست يوز الاي ام دي بي دوت لود داتا، وبنحط ايش احنا بدنا التوب ووردز. الان ماكس ريفيو اندرسكور لينث يساوي 500 ايتم، وعملنا هنا الاكسترين والتسترين اللي هو sequence dot pad sequence. pad sequences شو بتسوي؟ بتعمل convert لل number of samples into two dimensional list، بكون فيها number samples وبكون فيها also number time steps، فحولت both الاكسترين والاكستست الى two dimensional array. بعدين هنا ببني اللاير تبعوني، شوفوا اللايرز كيف مبنيه. الان اول شيء بختار السيكونشال اركتكتشر، بعدين بضيف الامبيدنج لاير هون، هاي لاحظوا ذيس از اول مره بنعمل الامبيدنج لاير هون، وضفنا له التوب ووردز الامبيدنج فيكتور لينث الماكسيم لينث اللي هو يساوي ماكس ريفيو لينث. الستيب اللي بعديها بنعمل الاس تي ام، اخترناها 100 ايتمز، والدنس الاوتبوت تبعي اللي هي واحد، والاكتيفيشن اللي هو سيجموند. عملنا كومبايليشن زي ما انتم شايفين هون، وعملنا برنت للسمري للاركتكتشر، وعملنا فيت للاكسترين والواي ترين، واخترنا 3 توب اي بوكس، وكل باتش سايز يساوي 64 ايتم. الان بنعمل ايفالويت للموديل، وبنعمل برنت للاكيورسي زي ما انتم شايفين هون، طبعا عندنا ال 3 ايبوكس 1 2 3 ايبوكس، وهنا طبعا عندنا الاكيرسي اللي هي 84% تقريبا. فزي ما انتم شايفين اللايرز السيكونشن تبعتها لما تتعاملوا مع ديفرنت تايبس اوف داتا هاو تو بيلد ات. مع اخر مشروع، المشروع رقم 4، وهلا بنحكي على التايم سيريز، وهذا المشروع اسهل مشروع فيهم اللي ذكرناهم، ستريت فورورد فيري سمبل المشروع، وبتشوفوا من خلال simplicity للمشروع، من سهولة المشروع كيف احنا نتنبأ بالداتا. فسبوز انه عندنا هاي الداتا الاكس داتا، وعندنا الواي labels للداتا، يعني عندي اول ريكورد اللي هو 10 20 30، اللي بعديه شو منطقيا يكون 40، هي 40 20 30 40 بعديه 50 30 40 50 بطلع 60 وهكذا. فهي عندي الانيشال ريكوردز زي ما انتم شايفين في تسلسل، وهي عندي انا الاوتبوت لهي الداتا. الان كيف بدي اعمل انا بريدكشن لداتا جديده؟ فببني اللايرز، انا عندي هنا 3 ستيبس، وعندي الفيتشرز 1، بنيت السيكونشال اركتكتشر، وبختار ال اس تي ام 50 نودز، الاكتيفيشن ريليو، وعندي هنا الانبوت شيبس نمبر اوف ستيبس ونمبر اوف فيتشرز، ثلاثه هي 3 في 1 زي ما هو موجود عندي هون. الان الاوتبوت عندي لاير دينيس 1، وعملت كومبايليشن، والموديل دوت فيت عملت فيت للاكس داتا، هاي الاكس داتا والواي، اخترت الايبوكس 200، وعندي هاي التستنج داتا اللي هي اكس انبوت، عملت اري 70 80 90، لاحظوا انه اخر ايتم اللي هو 60 70 80،
بعدين لازم يكون عندي اذا بدي اعمل سيكونس بدي اعمل بريدكشن له بقى لازم اكتب 70 98 عشان اشوف له بريدكشن. فهون حولته طبعا لنفس الاري تاب بالطريقه هاي، فهاي الاري اللي انا دخلتها بتتحول بالطريقه هاي زي ما انتم شايفين، وبعمل بريدكشن للاكس انبوت وبعمل برنت. فلاحظوا شو بتتوقعوا بعد ال 70 98؟ يعني 100، فهو اعطاني تقريبا 103 103. فبطريقه هاي This is هذا very good example على simplicity إني كيف أتعامل مع layers وكيف أبني الطبقات وكيف أبني المشروع وكيف أتنبأ في data جديدة عندي بكل يسر وسهولة. هيك بكون أنا خلصت الدرس هذا. hopefully إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا من الـ RNN مفهومها والـ SDM وشو الفرق بيناتهم وكيف احنا نبني هاي اللايرز، وبشجعكم تحاولوا كل هالمشاريع. انا راح احط بالديسكربشن كل اللينكس اللي انا استعملتهم وجبت منهم هاي المشاريع، والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى.